جرى اتصال هاتفي بين صاحب السمو الملكي الامير سلمان بن حمد الخليفه ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله واخيه صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد الثاني امير دوله قطر الشقيقه وخلال الاتصال نقل سموه تحيات حضره صاحب الجلاله الملك حمد بن عيسى الخليفه ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه الى امير دوله قطر وتمنيات جلالته لدوله قطر الشقيقه بالخير والنماء. واكد صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء على ما يجمع البلدين والشعبين الشقيقين من علاقه اخويه معربا عن اهميه العمل على حل كافه القضايا والمسائل العالقه بما يحقق التطلعات المشتركه لمواطني البلدين ويحافظ على تماسك مجلس التعاون لدول الخليج العربيه وامن المنطقه واستقرارها هذا وقد تم خلال الاتصال التاكيد على استمرار الاتصال بين المسؤولين في البلدين الشقيقين تحقيقا بما فيه الخير للجميع